ايه يا حبيبتي؟ تأخرت عليك؟ انت كنت فين؟ الدليفري جاي بالسمك تحت، ريحته تجنن. سمك ايه بس وبتاع؟ اي حد له مزاج في السمك؟ اه هناكل سمك. انا بقى هفتح نفسك وهنسيك قرف بنتك والوش اللي هي عامله لك في دماغك ده. يا ريت يا ريت. بقول لك ايه، اطلب منك طلب. اتفضلي. طبعا ينفع ما تسيبش الرياسه دي ابدا. ده عشان خاطرك انا قتيل الرياسه، واي حد مش عاجبه يخبط دماغه في اكبر حيط. هو ده. اوكي. ممكن تديني شويه ميه؟ قوي بس كده. انت طمني. اتفضل. ها قولي لي بقى كل حاجه. استني هنا. انت رايحه على فين؟ طلعت. انهي اوضه وانهي بيت؟ مش عارفه ده بيت مين؟ بيت الراجل اللي انتي واقفه ضده وبتحاربيه. البيت المفتوح باسمه وسمعته وسيرته. البيت اللي بعمايلك السودة وطيشك عايزه تهجيه فوق دماغنا كلنا. وبعد كل ده عايزه تطلعي تنامي فيه؟ خلاص. لو ما بقاش ليا مكان فيه همشي. استني هنا. مش قادره اصدق بجاحتك يا شيخه. انا اللي مش قادره اصدقك. انت ازاي قادره لحد دلوقتي تقولي على القبر ده بيت والتابوت اللي فوق دي اوضه؟ مامي هو انت لحد دلوقتي مش قادره تستوعبي ان انتوا عشتوا الزمن ده كله دفنيني فيهم؟ ايه التخاريف اللي انت بتقوليها دي؟ تخاريف هلوسه جنان رسمي. قولي اللي انت عايزاه. اقول لك؟ بلغي عني لو عايزه. هو انت مش عارف حملتكم الحريه برضو؟ ما تخليني اقول رايي بحريه، خايفه من ايه؟ وانت رايك بقى ان باباكي ما يصلحش للرياسه؟ لما شويه صيح حواليكي واقفين ضد ترشيحه، حاطه ايدك في ايد اعدائه عشان تهديه، ليه؟ هتستفيدي ايه؟ اخسركم الرهان. رهان؟ رهان ايه اللي بتتكلمي عليه ده؟ الرهان اللي انتوا عمالين تجروا قطعتوا نفسكم عليه. دوستوا على كل حاجه واولهم انا. ليه؟ انت ما بقيتيش طبيعيه خالص. اما يجي ابوك يشوف حل معاكي. انا مش عارفه اتاخر كل ده ليه. الو؟ ايوه انا. مين انت؟ مين؟ عنوان ايه؟ بتقول ايه؟ ايه؟ الو؟ الو؟ معقوله؟ في ايه؟ في حد اداني عنوان وبيقول ان ربيع. بابي؟ ماله بابي؟ انت ما اكلتيش اي حاجه؟ انت ايه، مش جعانه ولا ايه؟ مش مهم. انا المهم انت تاكل، انا هاكل بعدين. ولا انت مش عايزني اكلك بايدي؟ ده كانت ريحته عجباكي قوي قوي وهو تحت. مش مهم انا حبيبي، المهم انت. هو اخواتك دولت ما بيسالوش عليك ابدا؟ تاخيرك ده هم دريانين بحاجه، كل واحد مالي باللي هو فيه. طب عشان خاطري والنبي انت واكله لقمه. وحياتي تاكل انت الاول. مش مهم انا. السمك. ايه احط لك ميه؟ مالك؟ سمك. ايه مالك؟ ما تاخدنيش عليك. مالك بقى ربيع؟ مالك؟ عوني ربيع؟ مالك بقى؟ فيك ايه ربيع؟ ربيع ربيع رد عليا. ناقصك ايه؟ ناقصك ايه؟ ناقصك ايه؟ عمري ما اتجوزت. ناقصك ايه؟ ناقصك ايه؟ ناقصك في ايه؟ في بلاغ من السكان بيقول ان الشقه دي مشبوهه. انت ممكن يا فندم تغير هدومها؟ انتوا بتعملوا ايه؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ كفايه فضايح. استرها يا رب علينا، استرها يا كريم.
صدتينا واقفه كده ليه؟ بيتك خضتيني. معلش معلش انا اسفه. اسفه ايه ونيله ايه؟ انا هتجنن. بس يعني شايفاكي كده كفاله الشر واقفه رايحه جايه مش على بعضك يعني. هتجنن هتجنن يا هنادي. لا ما هو باين. بت انت هتسكتي ولا اقطع لك لسانك؟ خلاص خلاص اديني اتخرست اهو. بس هو في ايه يا ستي؟ البت سما ملهاش اي اثر وعمر ما بيردش على التليفون خالص. يوه وانت لسه جايه تاخدي بالك دلوقتي يا ست؟ ده الست سما بقالها ياما بتيجي متاخر وانت ولا حد على باله. يا نهارك اسود مخبيه عليا. بتقولي ايه؟ سما بتيجي متاخر؟ خلاص يا ستي يعني هي كلمه الحق. اصبري عليا. الو ايوه يا عمر انتوا فين؟ فين فين؟ ايه بتقول ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. يا نهار اسود. طب انتوا فين دلوقتي؟ في القسم. يا لهوي. اه يا ناصر يا خالد القسم ده خلاص يا باريزه قلبك ابيض. وهي البعثه زي عملتها بنتي. بس بقى مش كده. ازاي يعني؟ اصل انا ما فوقش دمي الا اللي يكون قش وملح. ببقى عايزه كده امرشه بايدي وانا كده مسنيني. خلاص يا بنتي كل حي بياخد نصيبه. اقصى الفساتين اللي بتلم عمل النسوان والبرازيل اللي بتداري وسخ البشر. خلاص بس خلاص ملخت ايديا. تعملي كده لصاحبتك؟ فو خلاص حرام عليكي. كفايه بقى يا غزال مش كده. كفايه كفايه اللي انا شفته من مصايب وفضايح. اه يا حبه عيني انت برضك اللي شفتيها من شويه. انا كان قلبي دليلي. ايوه انا كنت عارف ان الحكايه فيها ان قلبي دليلي. عملي فيها لا مراد. ما تلم الدور يا اخويا وتروح تنور قريبك. ايوه صح انت صح. عمر لازم يعرف. لا ارجوك يا عم حافظ مش عاوزه الموضوع ده يتفتح تاني ولا عايزه عمر يعرف. ايوه صح عمر مش لازم يعرف. ازاي يعني؟ لا ده لازم ينفتح وينفتح وينفتح. والبنت دي دماغها تنفتح وتقرا قصاد عينه. يا ستي ارحميني بقى ده انا جاي لحد عندكم هتقطع لكم لساني. عمر لازم يعرف يا لمار حتى لو مالكوش نصيب مع بعض. صح يا شيخ حرفان. انا هتصل بعمر دلوقتي اخليه يجي ونفهمه الموضوع. بتبنتي ترزعين اهو لحد ما الدكتور يجي. يا جماعه مش كده. انا لا عايزه عمر يجي ولا عايزاه يعرف اي حاجه. احنا خلاص كل واحد راح لحاله. طالما هو صدق الكلام ده عني يبقى صعب ان احنا نلتقي تاني. صح. ليش بتقولي كده يا لمار؟ عمر معذور وانت مظلومه يا بنتي. وبعدين اللي عمله عمر ده علشان بيغير عليك؟ ما هو كمان كان عنده حق. مفيش راجل بتجري في عروق ونقطه دم يقبل بكده. ايوه صح انت صح. من فضلكم ده قرار النهائي. لانك عمر بص ايه في البتاع اللي بيغني ده؟ فيلم ده الانجليزي اللي انت بتحبه. بص والمطرب اللي انت بتحبه ايه؟ كرهت الانجليزي اول الدرجة دي؟ كرهت الدنيا كلها. كل واحد عايز يفضل عايش لوحده مش عايز حد معاه. ملعون ابو الدنيا كلها. فلان ملعون ابو الدنيا. حاضر بص هقفلهولك. حاضر وهشيله كمان اهو. ايه هون على نفسك شوية. في ايه مالك؟ كلاب اتلمت واتفقت على الدبيحة. كلاب ايه وذبيحة ايه؟ يا بص دول 10 ازايز. ده احنا كنا بنشرب بالصندوقين ونكلم الشركة تجيب لنا عربية نص نقل. انت ايه بقيت مهوى وكده ليه؟ عايزيني اقتل بريزة. ايه؟ تقتل بريزة؟ ليه؟ مش قلت لك الكلاب اتلمت على الدبيحة وعايزين يقتلوها. طب كنت ناوي على ايه؟ شوفها بس شوفها تتلم عليها وقتلها. انا اخلص عليها بايديا الاثنين دول. ياما قلت لها قدامك يا فلان. حصل. قلت لها ما تخرجيش عن طوعي وخرجت. دي اخرتها بريده. بقول لك يا بص ما تفكك من ام الحوار ده بقى وتعال نشوف لقمه عيشنا. الحب اللي زينا يا صاحبي ده بالة. وانا عايز اقول لك حاجة بقى من زمان بس خايفة بتزعل مني. بريزة فكت منك من زمان قوي يا بص. بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ بريزة تيجي عندي وتخفف الدنيا يا قلع. ده انا اللي عمالها يا فاهم؟ فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم
تروحي مني فين يا مريزة؟ أنا مش فاهم حضرتك، إحنا قاعدين بنعمل إيه تاني؟ ورقة الجواز وشفتها، والشقة اتأكدت إنها مش مشبوهة، في إيه تاني؟ هدي أعصابك يا دكتور، دي إجراءات. إجراءات إيه؟ جوزي ما ماتش موتة طبيعية، أنا متأكدة إن البت دي حد زقها عليه عشان تبوته. بت إيه يا ست أنت؟ أنا والمصحف أبداً، ده هي اللي جوزها طفش منها من كتر قرفها وزنها. من فضلك يا حضرة الضابط، أنا عارفة جوزي كويس، لا يمكن يعرف الأشكال دي. كلمة زيادة وهتندمي على اللي بتقوليه ده. جرايه يا دكتور؟ ايه هتهددها قدامي؟ انت مش سامع كلامها المستفز؟ قدر ظروفها، انت راجل مثقف وفاهم. لو سمحت يا حضرة الضابط، انا سايبه بنتي منهاره وتعبانه ولازم اطمن عليها، خلصني من فضلك. خلصك من ايه؟ انت عايزه توصلي لايه بالظبط؟ لازم نشرح الجثه ونشوف سبب الوفاه. ونكش ونبعد عن كل حاجة. صفوة انت لازم تاكلي، ما ينفعش بعد ما تقدمنا كل ده ترجعينا من الأول تاني. حاولي معاها، حاولي تأكليها. حاضر. أعمل لك سندويتش؟ ها؟ بلاش. أقشر لك برتقانة؟ أقشر لك، ها؟ ألو، هكون فين يعني؟ في الشغل. يا لهوي يا لهوي عليك. طب يلا اقفل بقى. يلا بينا. هو احنا ناقصين يا ربي المصايب اللي عندك. لو سمحتوا لو سمحتوا. انتوا عنيفة، انتوا عايزين جلسة شبابي على قد ما احنا. حضرتك تحبي تقولي ايه في موقف زي ده؟ انا دم جوزي مش هيروح هدر، والحكاية كلها لعبة سياسة رخيصة، والبنت دي حد زقها عليه، وانا متأكدة الطب الشرعي هيقول كلامي. هو كان متجوزها فعلا؟ كده، انا متأكدة الورقة دي مزورة. امال هي ازاي خرجت؟ مؤقتا لحد نتيجه الطب الشرعي، وانا عارفه ان كلامي هيطلع صح. بس كل الشواهد بتقول انه مات بقرص في اجرى، ايه ردك؟ كد، ده كلام فارغ عشان يشوهوا صورته. خش قدامي. الحمد لله على السلامه. كده برضو يا غازي؟ كده تسيبنا؟ شفت ايه اللي جرالنا؟ تينا، في ايه؟ في يا عمر، انا عاوز اطمن.
طمن عليا يا غازي، اعتقد دي حاجه تخصنا احنا بس. بس الحاجه دي الناس كلها عرفتها، واللي حصل مش سهل انه يتدارى. ده الخبر مالي النت. نت يا دي الفضيحه، ده المستشفى كلها بتتكلم، وانا اول ما عرفت جيت على هنا على طول. بس هو الموضوع ده حصل ازاي؟ والله ما نعرف حاجه. تينا مش عايز اسمع ولا كلمه في الموضوع ده. ما بيقولك الموضوع نزل على النت واتفضحنا في كل حته يا عمر. ما تقلقش يا عمر، انا عندي محامي كويس. غازي سبق وقلت لك قبل كده مالكش دعوه، علشان دي حاجه تخصنا احنا وبس. انا اسف يا عمر، كنت فاكر نفسي واحد منكم. عن اذنكم. غازي في ايه يا عمر؟ غازي ما غلطش. ما تفوقي بقى وتشيلي الغشاوه دي من على عينيكي. ده بيتشافى فينا مش بيواسينا. بيتشافى فينا؟ ليه؟ ماله غازي ومال اللي حصل؟ روحي اسأليه. روحي اسأليه وعرف منين؟ والخبر اللي اتسرب على النت ده مين اللي سربه؟ والصحفيين اللي جم؟ مين اللي بعتهم؟ والتليفون اللي جال ده؟ مين اللي عمله؟ وتفكري كده في كل ده. تفكري. يمكن تفوقي وتفهمي. يا عمر. قد كده أنت بتكره غازي؟ بكره غازي. أنا بكره غازي. انزل بقى اخويا. امسك يا ابني مني المكن. حطيت؟ لا بس خلاص. بس تعال اخويا. هاو ار يو بيبي؟ بيبي؟ ايه بيبي دي؟ بيقولك يعني زي الحال يعني. الله يسلمك يا اخوان. انت اهو انت تشتغلي هنا بوابه؟ ايه تشتغلي دي يا جدع انت؟ اهي انا مغاوري راجل. اسمع اشتغل يا عم. تشتغل ولا تشتغل كلها بباب بتتفتح وتتقفل. على فكره انا بشبع عليك يا جدع انت. انا شفتك قبل كده. والله شفتك قبل كده. شفتك فين؟ هنا؟ مين انا؟ ايوه انا متاكد. بص اللي يدخل في دماغ مغاوري لا يمكن ينساه تاني ابدا. شفتك بالجل ده واللبس ده؟ لا دي التاني كان مرحله اولى. ايه مرحله اولى ومرحله ثانيه؟ ده مترو الانفاق ده ولا ايه؟ فلانك قوم رمص جيف هيم ا سيجرت. طيب يا سيدي ياخد عدوين. متشكرين كمان. ويل ايه؟ احبس بقى كوبايه الشاي اللطيفه اللي انت كنت بتعملها دي. دي لسه ربنا يخليك. قول لنا ست غزال فين؟ مرات الاستاذ حافظ. اصل احنا يعني مالهاش غيرنا، احنا عيلتها وقلبنا كده متوغوش عليها، بقى لها فتره مختفيه، فاحنا ندخل على طول نطمن عليها. لا تعالى هنا، رايح فين؟ هو عم غوري بس القصد من الكلام ده ان احنا عايزين نطمن عليها مش اكتر يعني. طب طالما عايزين تطمنوا وانتوا اهلها يعني كلام في سركوا، الست الكبيره ترضيتهم ايه؟ فلانك قوم بص خد منه السيجاره. ليه كده؟ ما تعرفش راحوا فين؟ لا والله يا سيدنا الله اعلم، بس اللي انا اعرفه ان الدكتور عمر لا يمكن يستغنى عن عمه صحافظ ابدا، الا لازم ان يرجع. شكرا اخويا. العفو يا حبيبي. ما تقعدش تشربوا حاجه، تعال اشربوا تي. ثانك يو بيبي. فلانك قوم بص ترجم له انا قلت ايه وادي له سيجاره تاني. بيبي ايه بيبي دي؟ بيقول لك يعني احنا مبسوطين بمعرفتك يعني. الله يخليك يا اخويا مع الف بيبي. مين دول؟ انت ايه اللي انت بتقوليه ده انت كمان؟ من فضلك يا غازي رد عليا. انت ليك يد في اي حاجه من اللي بتحصل دي؟ وانا مالي انا بكل ده؟ انت عايزه تشايليني انا بلاوي اختك وخيبه اخوكي؟ من فضلك ما تتكلمش عنهم بالطريقه دي. خلاص يا ست ما غلطناش في البخاري. لا استنى، انت هتسيبني وتنام؟ احنا لسه ما خلصناش كلام. تينا مالك يا حبيبتي؟ انت مشكله اختك مأثره عليكي قوي كده؟ معلش انا عارف انها مشكله كبيره، بس انت برضو مش صغيره. اقصد يعني انك ست عاقله وناضجه وتعرفي تقدري الامور. انا خلاص بقيت اتلخبطت على الاخر، مش فاهمه ايه اللي بيحصل حواليا. عشان طيبه وقلبك ابيض.
قالوش لا في كره ولا حقد. ضيعت عمرك عليهم لغايه ما تحولت تضحيتك دي لحق مكتسب. بقى مش من حقك بقى انك تعيشي وتحبي وتتجوزي. عرفتي عمر بيكرهني ليه؟ انا بحبك يا دينا، مستعد احارب الكل عشانك. ما انت لسه بتحبيه، ليش بتعندي روحك؟ انا لا بحب ولا بعاند، انا كده كويسه يا ابوي. يا بنتي انت ما دقتيش طعم النوم. ايش كان فيها لو كنا جبناه وتحدثنا معاه وصححنا الصوره اللي فهمها غلط؟ وحياتك يا ابوي، مش عاوزه اتكلم في الحكايه دي تاني. عايزه الم اللي باقي مني، كفايه قوي اللي انكسر وباص. لا حول ولا قوه الا بالله. يا لمار يا بنتي، الحب كيف الشمس، تعنديها تحرقك، تهوديها تدفيك. سلم يا بنتي، ما تخليش كبريائك يدهسك. حبي ايه بقى يا شيخ عرفان؟ سلمى عشرة عمري، وشفت ايش سوت فيا ومتى ابن عمي بيحبي، وشفت اذاني قد ايه حتى عمر اللي كنت فاكراه بيحبي وجعني يا ابوي. وقفتك في الشباك هي اللي هتداويكي؟ اديني قاعده ببص على الدنيا من بره، يمكن اشوف اللي ما شفتوش. أنا آسفة. أنا عارفة إن أي كلام دلوقتي مش هيبقى لي معنى، بس والله العظيم ما كنتش أعرف إن كل ده هيحصل. أنت عارفة أنت عملتي إيه؟ عارفه. لا ما انتيش عارفه، ما انتيش عارفه، عشان انتي لو عارفه ما كنتيش عملتيه. انا طول عمري كنت بتحارب ولسه بتحارب وهفضل اتحارب،
شفت مصايب قد كده، انما عمري عمري ما في حاجه كسرت دي. جيتي انتي وكسرتيني. انا كنت تايهه، كنتش عارفه انا بعمل ايه. غلبني شطاني، كنت بدور على اي حاجه تعوضني اللي ناقصني. ناقصك؟ وانت كان ناقصك ايه؟ ناقصني اب يحميني وياخدني في حضنه، طبطب عليا، يبقى ظهري. انت زي ما كنتش حارمني من حاجه، احلى لبس واحلى عيشه وفلوس، بس انا كنت عايز اب. انت ما قدرتش تعوضني الاحساس ده، ما كنتش فاضيلي. ولما ابتديت احس بيا كنت انا خلاص اتعكيت في السكه اللي انا ماشيه فيها.